السلام عليكم شيخ شباب، يوغا حسين من قناة فينكس. رجعتكم في فيديو جديد. اليوم مقطعنا شروحات 5M. شرحنا اليوم هو كيف تسوي سيارات اد اون الى 5M. اول شي تحتاج اوبن اي في، بعدين تجيب الريسورس حقك. ثالث شي لازم ننزل سيارة اد اون، رابط الموقع تحت في الوصف، نزلوه. تسوي له اوبن، تفتح الاوبن اي في، تختار ويندوز، طبعا اول شي تسوي ملف جديد، لا تسمي اي شي هو، تروح داخل تسوي نيو نيو فولدر، تكتب ستيم، تروح الملف السيارات، تسحب هذا تحطه هنا. اول شيء تروح الداتا، نسحب ونحطه في الملف، نرجع ورا، نروح 64 في كول، ناخذ هذول كله نسوي له، نفتح الملف، ناخذ كله نسحبه ونحطه في ستيم، بعدين تقفله، تروح ستريم تاخذ F2، ترجع تسوي له كوبي، نسميه هذا نفس الاسم. طبعا بعدين نحط الريسورس، نسوي ريفريش، بعدين تروح الملفات حقك، نحط الملف، ناخذ اسمه، نرجع نروح السيرفر، نسوي له ستارت. طبعا هسه دخلنا السيرفر، خلينا نجرب ننزل السيارة، طبعا ليه هنا وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب، مع السلامة.